احنا مجتمعنا المرأة تتدمر قبل الزواج وبالزواج وبعد الانفصال. يعني كنت دعاني هواية بهذا الزواج، تعنيف، قلة احترام، تحقير، مذلة، إهمال. خيروني انه تطلقين وناخذ الاطفال منك، واخذوهم من عندي. طبعا انا انهاريت، ما توقعتها من عنده. سودت الدنيا بعيني بعد. نانا الأب يقدر يروح للمطار بصحبة الأطفال بدون الأم، ما يأخذون رأيها، بينما الأم إذا راحت للمطار يسألون إلا موافقة الأب. بدأت عندي معاناة ثانية بالمحكمة، إنه أنا ما أقدر أطلق، مو بكيفي، لازم أقدم أسباب جبارة للمحكمة، وإذا يضربني لازم أجيب ورقة من المستشفى إنه أنا نايمة المستشفى ومتعرضة لتعنيف. يعني إذا ضرب يومية وقلة احترام وطرد وضرب ما بي نومة بالمستشفى، لا أنا ما أقدر أقدمه كسبب. حتى الخلع حكيت وياه إنه خلع، تنازلك عن كل الحقوق. قال لي من ضمن الحقوق تنازلين عن الأطفال، فما قدرت أرفع خلع لأنه هو إلا بموافقة الزوج. أنا كنت يمه مستعبدة، وحتى من طلعت من يمه أنا مستعبدة، لأنه أنا على ذمته، راح يظل يأذيني، راح يظل يتدخل بحياتي. أنا يمكن قوية وقدرت إنه أرجع أطفالي لأن أهلي سانديني، بس ممكن آلاف النساء يتعرضون للي أنا تعرضت له وما تأخذ لا حق ولا باطل، ولا تقدر ترجع أولادها ولا تقدر تشوفهم بعد. أنا تزوجت عن حب، كنت أتوقع راح يصوني مثل ما أنا صنته، بس بالأخير حتى يكسرني ويذلني حتى قام يطعن بشرفي، بس حتى ينتصر بالمحكمة، حتى يشوفني مذلولة. واجهت الموضوع هم بقوة، غير ابني يمكن كان دمروا حياتها أهلها، هذولا طلعوا من أحشائي. ما يجي أحد ويقول لي أنتي مو أحق بتربيتهم وباسم الدين. والله على جثتي، على جثتي تطلع قبل ما يأخذهم من عندي.